يوم أمس محافظة بغداد أعلنت عن عدد المتقدمين على تعيينات العقد البالغة 1000 درجة وظيفية. المحافظة أعلنت عن أزيد من 118,000 شاب حاصل على شهادة متقدمة للتعيين. يعني تخيلوا 1000 اللي راح يحصلون على الوظيفة و 117,000 ما يحصلون كل شيء. والله مصيبة، والله مصيبة. خلي أحكي بشكل علني، وكلامي والله مو موجه لمحافظة بغداد، لأن مو هي سبب البطالة. أحكي على كل الحكومات المتعاقبة. وين وصلتوا البلد؟ 118,000 شاب حاصل على شهادات يقدم على تعيين بصفة عقد وبمعاش 300,000. عجيب والله، والله عجيب. والله المعين، معقول الشباب وصل بيهم الحال يقبل بهذا المبلغ الزهيد اللي ما يكفي حتى يدفع إيجار بيته، وما يكفي حتى ينطي الانترنت والكهرباء وخطوط النقل؟ معقولة؟ يعني هسه تبين عندنا هذا العدد الهائل من البطالة. خلي أسأل، إيش قد يحتاج لكم حتى تحلون أزمة البطالة؟ وإحنا أبنائنا والله أصبحوا شياب وما محصلين وظيفة، وابن المسؤول يتعين بالمكانات الزينة. العدل وين؟ العدل وين؟ ما تفهمون الخاطر؟ الله، تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.